هلا هلا الله يلعن. سلم سلم عدل. لا سلام عند وجه امي. خلاص خذ عاد والله عاد سلام وجه امي. ايش فيك؟ نزل السيت نزل. خلاص ننزل راح اسلم لبكره. لا نزل السيت نزل. يا الليل يلا ابقى بخر. تعال تستهبل الوصف والله انك تستهبل. سلم سلم خلاص. ابو خالد قلب جد جد جد. لا جد جد دي ذي جد جد علي تدري يا احباب عندك عقل ولا لا؟ يلا يلا عقول تقم. انا مستخلي هذا اللي يفك النزاعات. هذا اللي يفك النزاعات. أسيد يقول تعقب. مويه راح يغسل مسكين يحسب صوتك. وش انت؟ ما بسيت. اشو ما بسيت؟ مويه انا العب بلي. خلاص خلص خلص تعال العب بلي. عبلي ابو خالد. لا صح 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 بيستخدمه ضدي. لا والله احلف ابو خالد. احلف ابو خالد. شو وضعكم يا عيال؟ فيكم شيء اليوم؟ والله ايش فيكم؟ ايش فينا؟ وش اللي ايش فينا؟ ما سوينا شيء والله. جاء سلام جورجيا. ليه سلام جورجيا كذا؟ ليه؟ انا طالع افلها ما اتصفق واتعنف انا. ايش فيكم حبيبي؟ لا بالحرام اقسم بالله. خلاص عاد خلاص. بخالد تكفى بخالد تكفى. انزل. انا قاعد معكم ليه؟ والله العظيم احس انه احس انك قاعد تضيع وقتك. والله ابدا يعني صراحه. وجهي ذا قد ما هذا. يا ولد تكفى يا ابو خالد تكفى يا ابو خالد. اوه جاني ابو خالد. الله ياخذكم الله ياخذك. ايش فيك قلبته مسكين. لا ابو خالد من حضر حضرة اللي أخيه وقع فيها. والله أبشر بالسعد والله العظيم. والله لا أفلق لك عيني وأعطيك إياها. وينها يا أبو خالد؟ جبنا هاته. والله أنت أفخت يا جماعة الخير. ما تسأل وجهك. ما تسأل وجهك. أنت اللي جاية وتقول له عبد غيبان صبوا علي. ويوم رحت أدافع عن نفسي قلت لي أنا الغلطان. أنت بتوا السيارة أنت بالسيارة. يعني يوم دفعت عن نفسي قلت لي انا غلطان. حد معك كذا بغيت تروح. وش اسوي لك انا؟ جايني تصب علي مويه. لسبه. شوف والله لسبه. الحين الغلط على مين صدق؟ انا. يا ربي. راح تسحب لك موتر. الله عطاني يا اخوي قسم بالله مجاني. والله كأنك سفاح. والله سفاح انت. ليه؟ ايش ذا؟ تبي تسبقه بحديده شنكار؟ ضربته. تبي تربطه؟ خلاص دخل. والله الحين غلط على مين صدق؟ نبي نشوف. غلط على مين؟ والله عليك الله يطول لي بعمرك يعني. ايش فيك يعني؟ لا اسمع. عليك شوف حبيبي شوف تبيها ايش؟ ايش بتسوي؟ شوف اللوحة أح خلاص يعني خلاص أح خلاص. إيش ده مكيف ترى ريموت مكيف. ما في شيء. شو أسوي؟ تعبت أنا. طفيني أنت. ما في شيء. شو أسوي؟ مكيف الصراحة إذا خرب ترى ما في إلا هو. ترى ما في والله ما في إلا هو. أقدر أشتري خمسة منه. شدي طيب شدي. لا تدوس لا إيه. لا بغيت تروح علينا. زين والله شطفت شر. ابو خالد عبيتها مويه بارده. والله لا بديها فيك. والله انك تستاهل. ايش رايك في البروده؟ البروده 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 البروده. انت بزر تراك عزعجتنا. خلاص ابو خالد اسمع شوف والله يبقى راسك. راحت عيني منه وبتروح الثانيه. اشوف ابو خالد انت افخت صدق. اوه والله انا اشتكي عليه. ايش والله العظيم. المتابعين كلهم شاهدين حبيبي. عندك 2 مليون مشاهد يا حبيبي. أوريك والله خليك دفع فلوس. هذه عندي مو بلعبة. سوي نفسك مسكين. خبط الناس ويلا.
عطني ايه خلني ارش لك عادي عادي. عطني وخر عطني حق الجريمه ذا. وشو؟ هذا حق الجريمه اللي خبطني فيه. انا شاهد الدليل دينيه موجود. انا مطعود. ايه مضبوط. قاعد ينظف نظارته من كثر المويه كل شوي. شوف شوف وشو ماسك لنا حط الشاشه المويه اللي 24 ساعه كل شوي طش. هذا لا تقطع لو سمحت. نبغاه. انا بشتكي هذا. نشف نشف من جديد. والله نشف من جديد نشف من جديد. النظاره والله خلي ينشف من جديد. حبيته وهو ينشف شكله حلو. امسك 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 من جد خلاص اقبعت خلاص خلاص يلا. والله العظيم ثم والله اني ما اركب معك في هالصندوق. لا الصندوق الصندوق اقول لا تهين الصندوق. تعال خلاص تعال معنا تعال وترش عليه تعال. أمو الحين هو ما يقدر يتكلم فقع عين. خلاص تعال يلا تعال اكلم الجيران الله يصلحك. تعال بابا تعال. وقف شو ذا؟ دعنا نروح يشتكي والله ولا اصدمه ولا شو الحل معه. وقف والله لو ما تركب اني اخبطك على وجهك. حال امشي يلا اركب امشي يلا. ابو خالد انت تبي تموت انت ابو خالد تبي تموت. افتح قفل خلا قفل اصبر طيب جبه اصبر. لا تفتح لا يخترب الباب ترى الربع. انتبه لا يخترب ارفع 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 سك ما بيجي. لا هو كذا يمسح شبه الباب يمسح. خلنا نمشي. توك بنزل خبطه بنزل خبطه. ايش تبي؟ نعم ايش تبي؟ والله لا على خير والله. اوش ولا كلمه. اوش ولا كلمه. والله ما عنده 23 الموتر. والله ما عنده 23. شوي على السيارة شوي ما تعرف على سيارتك. عشتنا ترى طشاشك قال لي 24 ساعة قاعد طش فيه. ابو خالد امسك اركب فقع راسك بعد القايلة يا اخوي ذبحتنا ترى. اركب انت اركب يا الليل ام الليلة اركب عاد. اصوص ثوبي لا تقعد عليه حبيبي. عقل نفسك بس ثيابك فقع روسه بعد القايلة حر موت. ارجع البيت. ايش عليك هذا يطلع معك. يحتزم بهيش يلوموني فيكم والله يلوموني فيكم. الله يعطيكم العافية على الثقة على كل حاجة. قبل شيء أقول لكم راح تخلص في غضون يومين لكن للأسف خلصت في غضون ساعتين بس. فهذا والله يدل على قوتكم وشكرا على الثقة شكرا على كل حاجة. الله يعطيكم العافية. آلاف 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 القطع قاعدة تباع في خلال ذي الساعات إن شاء الله. على العموم السكري خلاص راح برضو عندكم الحين اللي بس متوفر اللون الجملي واللون الأبيض. السكري ما أدري متى بيتوفر لكن إن شاء الله بحاول قريب من الحين بحاول أوفر لكم. لكن اصبروا شوي الحين عندكم اللونين دول ركزوا عليهم حلوين ترى مرة. اللون الجملي ترى أحلى واحد.